تكون في هذه الأثناء أمطار غزيرة في مارسيليا في تطوان، أمطار غزيرة تساقط بغزارة في مارسيليا. سبحان الله، اللهم اجعل غيث الناس يوم أمطار تتسبب في فيضانات وادي مارسيليا. فيضانات تغرق أحياء وأزقة وشوارع مارتيل. هذا الأمطار الغزيرة التي ما زالت تتعاطل بغزارة في هذه الأجواء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من فيضانات ليلة